حملة تشجير ومسير رياضي بيئي نفذته جمعية أصدقاء السلمية باتجاه قرية تل التوت في ريف السلمية الشرقي، حيث تم زراعة عدد من أشجار حراجية وأشجار الزيتون، حيث استهدفت الحملة الأماكن التي تضررت نتيجة الحرب. دعت الجمعية لإقامة هذا المسير اليوم، كان مسير مختلط من جميع الفئات والأعمار، وقصدنا مدينة تل التوت وقصدنا الحديقة اللي فيها، وحاولنا نساهم بحملة التشجير فزرع مجموعة من الأشجار. اليوم اخترنا تل التوت لأنه حسينا أنه لازم شوي ننشر وعي بيئي وثقافة عند أهل الضيعة، وحبينا نشارك الناس هون بزرع بعض الغراس. قمنا بزراعة بعض الأشجار في بعض الحدائق، والهدف من هاي الحملة هو هدف بيئي بشكل كامل. حملة التشجير اللي قامت فيها الجمعية بسلمية وبريفة، واللي هي شملت المناطق اللي تضررت من نتائج الحرب. الهدف من هذه الحملة هو زيادة مساحات الخضراء والحفاظ على الغطاء النباتي، والمسير هو فرصة لتعيش تجربة رياضية بعيدة عن التلوث البيئي. للإخبارية السورية محي الدين فهد.